ثلاثة. اوكي. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ رجعنا لكم مقطع جديد، ومقطعنا لليوم اللي راح نتكلم عن الكونستراكتر الجديد المتاح لنا في السوق الأسبوعي اللي هو بوم سكوات كايل. طبعا زي ما احنا شايفينه هذا هو الكونستراكتر، للأمانة يعني يمتاز بشكل رائع وجميل، يعني لبس اللي هو تبعون المتفجرات أو الباحثين عن الألغام والمتفجرات. فبيمتاز هذا الكونستراكتر في الأرمور اللي هو زيادة الأرمور عنده اللي هو مقاومة الضرر تبعته، اللي هو إذا كان في السبورت تيم راح يكون عندنا 22%، إذا كان أساس 66%، فرقم كثير ممتاز جدا وتكون تلعب فيه أساسي. في ناس يعني بتعاني بمشكلة انها بتظلها تطيح بسرعة، بتطيح من الزومبي سريع سريع، فهذا الكونستراكتر راح يطيح عندك انك تزيد القوة والصلابة تبعتك، قوة الصلابة تبعتك انتبه، يعني لما يجي يضربك زومبي او اشي بيزيد قوة الشيلد تبعك، يعني بدل مثلا خلينا نحكي انه لما يضربك مثلا زومبي عادي بيخصم منك 1000 بصير يخصم منك 500، خلينا على سبيل المثال احنا قاعدين بنحكي. فهذا الكونستراكتر تقدر تلعب فيه على اكثر من تشكيل. في تجربتنا اليوم راح نجربه على تشكيلة الهمرات او المطارق، فانت تقدر تستخدمه ككونستراكتر للبناية. فمثلا لو رحنا على التيم سبورت نقدر نحط له اللي هو تبعت الافخاخ اللي بيزيد دمج الافخاخ، ونركب له بالسبورت تيم كل الكونستراكتر اللي بيهتموا بالافخاخ، زيادة الافخاخ، قوة المباني، مساحة الى اخره. فهاي معروفة او جزء معروف، وتجربة البنائين تبعون زيادة قوة البناء او اشي موجود عندنا في القناة، فبتقدر انت تركب معاهم التركيب كامل. لكن تجربتنا للكونستراكتر البوم سكواد كايل راح تكون للمطارق، وراح تكون معانا فئتين من المطارق، فئة تكون فيها الدمج والكريكتل والضرر، وفئة راح تكون فيها الارمور. فبعد ما نركب التيم بيرك والسبورت تيم راح نورجيكم اياه. فخلينا نبدأ في البداية. اول شيء راح نختار اللي هو عند عمل اي ability بالمطرقة او اي انرجي راح ينخصم منه راح ترجعنا على شكل شيلد. هذا اول شيء او اول بيرك راح نركبه عندنا. فبنبدا بالسبورت تيم. بالسبورت تيم راح اول شيء عندنا بين النينجا راح نحط اللي هي الاساسن سارة تبعت النسخة الذهبية، موجودة بالنسخة العادية، فلو تروح على الكوليكشن بوك اسمها اساسن سارة موجودة. فليش حطيناها؟ فبيحكي لك هون ميلي ووبن، مش محدد لك نوع الميلي او سيف او سايف، يعني اي اشي ميلي باسم ميلي راح تشتغل هاي الشخصية، اللي هو كل ما الدمج راح يرتفع عندك لخمس استكات لمدة خمس ثواني، الدمج راح يرتفع عندك اربعة ونص، فالاربعة ونص تنضرب بخمسة بتطلع عندك النسبة، فراح تشتغل معانا هاي 100%. فالسبورت التيم الثاني راح نروح على الكونستراكتر راح نزيد الدمج للهاردوير، والتيم سبورت اللي بعده راح يكون برضو كمان من الكونستراكتر اللي راح يعطينا كريكتر ريتنج 17%، والبيرك اللي بعده راح يكون معانا برضو من الكونستراكتر اللي هو هيفي اتاك اللي بيقلل لك من خصم الطاقة او خصم طاقة الانرجي 65%. فهيك بيكون عنا الطاقة او يعني الابيليتي كاملة موجودة عنا اللي هي تبعت بتنقص تبعت الطاقة وترجع لنا شيلد، فهيك ممتازة. فهون عنا اخر سبورت تيم، عندك انت حر الاختيار، يا اما بتختار هاي النينجا اللي بترجع لك على كل قتلة زومبي ترجع لك 7.5 انرجي، او بتغيرها بالكونستراكتر تبع الكاينتيك اوفرلود تبعت الانفجار اللي هو 50%. فانت بتقدر توزنها يا اما هاي الشخصية يا اما الشخصية اللي امامنا الكونستراكتر، فالك حر الاختيار اما بدك هاي او هاي. فاحنا راح نختار النينجا عشان ترجع لنا اللي هو الطاقة، عشان كل ما نعمل الابيليتي تبعت المطرقة ترجع لنا الشيلد، ويكون عندنا الكونستراكتر عبارة عن دبابة. ففعليا اللي هو بوم سكايل او بوم سكواد سكايل على الارمور تبعه راح يكون معانا دبابة اثناء التجربة. فخلينا ننتقل على المطارق اللي راح نستخدمها، فخلينا نروح على الاستيباتيك ونروح على الهمرات. فطبعا زي ما بتذكروا الهمر هاي عملناها ارمور، ف80 يعني 40 ثلاث اربعينات عندنا، يعني رقم جدا ممتاز، يعني الارمر عندنا راح يكون بشخصية جدا جدا رائع. ف
فما بعرف هل راح يشتغل معانا الارمر 100% لما نكون ماسكين المطرقه ولا لا. طبعا المطرقه الثانيه راح تكون معانا الوول بورد، فراح نشوفها اللي راح تكون بيركاتها اللي اتاك سبيد دامج انرجي موفمنت سبيد دامج تو سلو داون تارجت. فيعني راح نجربها او بنجرب المطرقه اللي هي الماتور، فراح احنا اختيارنا في المطارق، فراح تكون عندنا هاي المطرقه انه اذا كنت انت كونستراكتور تفوت بهاي المطرقه بالارمر عشان تكون انت بناء او اي ضرب راح تجيك تكون انت مقاوم للضرر وما تموت سريع، او انه نستخدم هاي لانه زي تركيبتنا مركبينها للدمج والضرر والاشياء الثانية راح تشتغل معنا. فراح نجرب المطرقتين معنا خلال التجربة، فخلينا نفوت مهمة ونجرب هاي التركيبة امامكم. طبعا حاليا حبايبنا زي ما احنا شايفين دخلنا المهمة ومعنا المطرقتين. طبعا هاي المطرقة اذا انت بدك على نفس التركيبة اللي انا شغال فيها، المطرقة الثانية ممكن انت تخليها معك مثلا اذا شفت حالك انحشرت تزيد الارمر تبعك، لانه لما تكون ماسكها راح تزيد المقاومة تبعتك للزومبي. فخلينا نشوف على هاي المجموعة الصغيرة مثلا، خلينا نشوف مثلا هذول الزومبي العاديين مثلا في البداية خلينا نشوف الدمج تبعهم. طبعا راح يخصموا مني الانرجي، فالانرجي قاعد تتحول معي على شيبس، شايفين كيف الطاقة قاعد ترجع ومقاومتي لهم كويسة مش عاطفة، شايفين كيف الشيبس قاعد يروحوا فيه. لكن لو انا فايز بشخصية عادية بدمجهم والطاقة قاعدة ترجع معانا سريع، ولما نعمل الابيلتي على طول قاعد ترجع معانا اللي هو الشيلد معانا. لا دمج معانا كويس، دمج معانا كويس. حتى نروح ندور على ابو عيون، طبعا شايفين كيف السرعه معانا جدا، مطرقه رائعه جدا. خلينا نروح ندور على سماشر، خلينا هلا نعبي هنا عشان التجربه تكون واضحه للجميع، ونجرب على البلاستر ان شاء الله انه نحاول. اوكي هناك اثنين بلاستر سماشر، ان شاء الله نلاقي سماشر. احنا خلينا نحاول اللي هو اصنع لي سلاح. طبعا البندل للناس اللي طبعا انا نسيت خلال البث انه البندل عشان تكونوا عارفين اجاني اللي هو ضعفوه، فلكن ضعفوه تضعيف قليل لكن مش زي اول دمجه عالي، عشان الكل يكون عارف. اذا انت لاحظت انه البندل عندك صار ضعيف لا تستغرب، جانر وضعفه. فخلينا ننظف الزومبي العاديين. اوكي يا ابو عيون طول لي بالك، بس طول لي بس شوي طول لي بالك. خلينا اشيل هاب وخلينا اشيل ابو عيون. اوكي خلينا نصنع رصاص. الرصاصات اللي كانت معي اصلا اعطيتهم لعمر هسه تذكرت. يلا عوافي خلينا نعشق السلاح يا فضيحتنا. طيب هون ابو عيون، هون ابو عيون، خلينا نشيل هاب. اوكي شلنا ابو عيون اللي هون، فخلينا نجرب اول شيء في المطرقه اللي راح تكون معانا هون. خليه يجينا ابو عيون، هذول خليهم يروحوا. طبعا هون ابو عيون راح نخليه يدمجنا، راح يدمجنا واحنا حاملين هاي المطرقه. بطل يقدر يدمجنا ابو عيون. يلا اطلع دمجنا يا اخي بلا ثقال الدم. فخلينا نشوف الدمج على الشخصيه كيف راح يكون. 19000 26000 23000 كمان دمجنا كمان مره. شوف كم الدمج على الابطال، 6000 19 25 33. طيب اوكي خلينا نرجع هون شوي، خلينا نرجع هون شوي، خلي الثلج يرجع ونوقف قدام البلاستر ونشوف الفرق او كيف المقاومه لما تكون المطرقه فيها ارمر، كيف الارقام اللي راح تجينا. وينك يا ابو عيون؟ تعال يا حبيبي خلينا نشوف. اوكي يلا دمجنا، خلينا نشوف الدمج اللي راح يجينا. يلا يا حبيبي دمج. اوكي الارقام 3000 7000 11000 15000 19000، شايفين فرق 25 33000 كان حيطلع معنا في اول شيء بالمطرقه وكنا ماسكينها. 7000 11000 15000 يعني جدا فرق واضح وفرق قوي جدا لما انا اكون ماسك هاي المطرقه. شوفوا هون كم بيخصم مني الهيلث قاعد، فخلينا نشوف لما نمسك هاي كم راح يخصم منا بالهيلث. 6000 13000 26 33000، فيعني الفرق واضح يعني من غير ما نوضح لكم اياه اكثر، واكيد انتم لحالكم اول فرق وضحنا لكم اياه وقلنا لكم وفهمناكم انه المطرقه تبعت الدمج تقدر تلعب فيها في تشكيلتي، او انه اذا انت دخلت في تشكيله البناء تقدر انت تعتمد على مطرقه يكون فيها سرعه ويكون فيها ارمر، بتكون هيك شخصيتك جدا جدا قوي. يعني تكسب الشخصيه يا اما تكون انت كونستراكتر بناء
عبارة عن دبابة، أو بتكون مهاجم في بناء في المطارق كمان برضو بتكون دبابة، ومعتمد على حالك أو معتمد على يعني نفسك بشكل قوي. فخلينا نشوف هاي المقبرة اللي قدامنا. طبعا سماشر، وأخيرا لسه بتحكي، وطبعا سماشر دائما كالعادة ما بنلاقيه. سبحان الله طلعنا سماشر. الله البندل، طبعا انا مش عارف ليش البندل عملوا له نير، عادي ما عندنا اي مشكله. فخلينا نشوف هسه، نوضح لكم كمان التجربه على السماشر. بس خلينا نطلع هذول الحيوانات نقطعوا برجلين. طيب اوكي، حاليا قدامنا سماشر، فخلينا نشوف التجربه بالمطرقه هاي في البدايه. خلينا نشوف دمجوا علينا كيف راح يكون. طبعا احنا كل الشرح هذا عشان نوضح لكم الارض. اوكي ضربه اثنين، طبعا لا تنسوا كمان اللي بيجينا هو النار اللي بتضرب منها. اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. باعتبار تسع ضربات. اوكي باعتبار تسع ضربات. فهسه لما نحط المطرقة اللي عليها ارمر لازم المفروض اكثر من هيك تيجي معانا، فراح يبين معانا هل هي شغالة معانا ولا مش شغالة الارمر في الشخصية. فقدامنا السماشر، تعال يا حبيبي تعال. طيب نرجع ونشوف، تسع ضربات كانت في المطرقة هذيك. فخلينا نشوف هون، واحد، اثنين، ثلاثة، اوكي، اربعة، ثمانية، تسعة، عشرة، داش، اثناش، ثلاثاش، اربعتاش، خمستاش. تقريبا 15 ضربة راح يعني السماشر يضربنا عشان نموت. تخيل انت لما تكون كونستراكتر ودرعم عليك زومبي، انت بتكون يعني تبع التيم تبع البناء. تخيل انت لما تكون ماسك هاي المطرقة وفيها الارمر، يعني الزومبي بده يتأذب لحتى ما يدمرك. وكمان بتقدر انت تعكسها، يعني زي ما قلت لكم بتقدر انت اذا درعم عليك الزومبي بكثرة. شايفين كمان انه الدمج في التركيب اللي حاطها للمطارق جدا كويسة وممتازة. كمان للعلم المطرقة اللي معاي ما فيها فرصة وضرر خلاص الاشي العالي، يعني لو تحط مطارق فيها فرصة وضرر عالي وتلعب بالشخصية اللي انا بلعب فيها راح تكون معاك شغالة 100%. فهيك اتوقع بتكون فكرة كونستراكتر اللي هو الكايل تبع المقاومة الارمر. فيعني وضحنا لكم اياها في المطارق في الاشياء كاملة. اتمنى انكم تكونوا هيك استفدتوا واستمتعتوا معنا. لا تنسوا اللايك، لا تنسوا الكومنت، ورايكم عن الكونستراكتر جدا جدا بهمنا، لانه في ناس كثيرة شفتها وراءها بتحكي انه الكونستراكتر ما بينفع شيء بس بالسبورت تيم. لا يا صديقي غلطان، اوكي بيزبط معك بالسبورت تيم مع المهاجمين مع النينجا بيزبط معك كثير، لكن انك تلعب فيه اساسي كمان بيزبط معك 100%. هيك كون وصلنا لنهاية مقطعنا، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. لا تنسوا اللايك، لا تنسوا الكومنت، في اسفل الشاشة راح تلاقي عندك كود الدعم اذا حاب تدعمني. لا تبخل علينا في دعمك اللي هو ID0X90. شكرا لكم ويعطيكم ألف ألف عافية، ونشوفكم في مقاطع جديدة إن شاء الله.